السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نجتمع اليوم يا إخوة الإيمان لإحياء ذكرى كانت نقطة تحول في تاريخ الإنسانية كلها، ذكرى نزول وحي السماء على خير الخلق وسيد الكائنات، من لقب بين قومه من قبل بعثته بالصادق الأمين ليفتح صفحة الرسالة الخاتمة وليعلن هذا الدين الذي شاء الله له أن يكون دين الإنسانية الذي ستدين له البشرية بعد طول ضياع وحيرة بين شتى الأفكار والنحل والملل. ونودي اقرأ تعالى الله قائلها لم تتصل قبل من قيلت له بفمي، هناك أذن للرحمن فامتلأت أسماع مكة من قدسية النبأ. الحديث عن البعثة النبوية المشرفة يجر بلا ريب إلى صاحب البعثة، روحي له الفداء وصلى الله عليه وآله وسلم تسليما. يطيب لي اليوم أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أن أتحدث عن بعض مقامات الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، ولا أقول كلها لأن ذلك يحتاج إلى حلقات وحلقات ومجالس. قليلا ما رأيت من يتطرق إلى هذا الموضوع الذي هو شرف لمن ذكره، نزين به مجالسنا ونحيي به قلوبنا ونشحنها شوقا للحبيب حبيب الله، إذ أن العاطفة قاعدة أساس لديننا، هي الشحنة التي تمده بالرسوخ والعمق في القلوب والديمومة للعمل به. لقد لمست تقصيرا في هذا الأمر عند عموم المسلمين، وربما يعذر لكون أن شخصية الرسول صلى الله عليه وآله ليست موضع نزاع بين المسلمين. أما غيره من البارزين في تاريخ الإسلام فقد حصل حوله نزاع، والنزاع يؤدي إلى من يهمهم الأمر إلى البحث عن الأدلة التي تسند حجته، فتجد إخواننا من أهل السنة اهتموا لجمع الأدلة عن الصحابة، وأتباع مدرسة أهل البيت اهتموا بجمع الأدلة عن أهل البيت
على أحقية أهل البيت عليهم السلام. فلو سألت أحدهم قلت له أعطني آية فيهم لسارع بكل سرعة إلى ذكر مثلا آية التطهير أو الآيات المتعلقة بواقعة الغدير. ولكنك لو سألتهم عن آية في الرسول صلى الله عليه وآله لرأيت تلكؤا عند الكثيرين منهم، والحالة مماثلة عند الطرف الآخر، بل عند الطرف الآخر اتخذت وعدا سلبيا بأن أخذ بعضهم برفض، أخذ بعضهم يرفع من منزلة رموزه على حساب شخصية الرسول صلى الله عليه وآله. نعم، عندنا احنا بالشيعة ايضا قسم غالب منذ زمن الأئمة، والأئمة نبهوهم وحذروهم وشددوا النكير عليهم، غالب في أهل البيت ايضا. نعم، كل هذا أدى أن يبخس المسلمون رسولهم العظيم حقه، فوصل الأمر بفريق أن ينتقصوا منه إما بسبب المغالاة في تقديس رموزهم، أو لأن بعض المنحرفين من أسلافهم وضعوا روايات مكذوبة لا تتورع عن انتقاص الرسول الكريم صلى الله عليه وآله لأجل رفع منزلة رموزهم، فاتبعوهم جهلا وتعصبا. وفريق آخر شغلهم الحماس لمن غصب حقهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، أن يركزوا على كل دليل يسند حجتهم في الدفاع عن هذا الحق وهو حق مقدس، فغفلوا عما يخص الرسول صلى الله عليه وآله، بل بعضهم ربما تأثر ببعض تلك الصور المشوشة عن شخص سيد الخلق التي لفقها الآخرون لأنه، أي هذا الشخص، مشغول عن التصدي لها وتفنيدها بالدفاع عن مذهبه مقابل الحملة العنيفة التي يشنها الآخرون ضده. مثال على ذلك، رأيت أنا كثير من الشيعة يصدقون بعض الروايات المشوشة في بدء البعثة، اليوم نحن في ذكرى البعثة، بعض الروايات المشوشة في حول هذه الذكرى، فالتي تدعي في كتب القوم أن النبي صلى الله عليه وآله كان في فزع غريب عندما نزل عليه الوحي لأول مرة، وحتى ظن أن ما من نزع عليه هو ليس بلي، بل ظن أنه عرض له عارض من الجن أو ما شابه، وجاء زوجته خائفا مرتعبا مضطربا في حالة غريبة، يعني ما يتصورها العقل، يعني في هذا الشخص الذي كله طمأنينة وكله يقين من الله وكله تاريخه كله كان هكذا. يعني تذكرون إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، هذا كله سكينة على طول الخط وطول حياته كان مع الله وكان الله معه، هو سانده وهو مربيه. نعم، فهكذا غفل كلا الفريقين بنسب متفاوتة عن أعظم قائد عرفته الإنسانية، ومن أمرهم الله تعالى أن يقتدوا به، ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذه مسألة ليس جديرا بنا إهمالها،
فالمسلمون الذين عايشوا رسول الله صلى الله عليه وآله عرفوه حق المعرفة لأنهم كانوا معه. هذه الشخصية الإعجازية كانت أمامهم بكل روعتها وعظمتها وإعجازها. فذابوا فيه، ذابوا في رسول الله، وكان ذلك من أهم عوامل انتصاره. قال أحد من شهدهم، ما معنى كلامه؟ قال: كم رأيت من الملوك والقادة والرموز، فما رأيت أتباعا أشد تفانيا في شخص قائدهم وفداء له كأتباع محمد. الشخص جاء متحريا فنظر إلى وضع المسلمين مع الرسول، إذا قام قاموا، إذا قعدوا، إذا تحرك، إذا قال أنصتوا، كلما يمرهم بأمر يسرعون إلى الامتثال وإلى بفداء عجيب وبحماس عجيب وبذا. فهذا بعد كان وصايا المسلم، ولكنه قال هذا الكلام المنصف. فكان هذا من أهم أسباب انتصار الإسلام في بدايته. فليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما دنيا وآخرة، فكيف السبيل بنا إلى ذلك؟ الآن نحن الرسول ليس معنا، كيف نفوز فوزا عظيما فنكون مثل أولئك؟ الجواب هو بسد الخلل الذي ذكرناه. المسلمون بصراحة كما أوضحت سنة وشيعة مقصرون بحق نبيهم، وأوضحت الأسباب، يعني أظنكم ترون مصداق ذلك. انظروا إلى احتفال عن أمير المؤمنين أو احتفال عن يعني غيره من الأئمة، وانظروا عدد الحضور، وانظروا عدد الحضور في مناسبات رسول الله. هذا يعني خير دليل على ما أقول. ماكو يعني ماكو ذاك الاهتمام ولا أكو ذاك الحماس. على كل ذكرت الأسباب، وعندما نذكر الأسباب علينا أن نعالجها وأن نكون خيرا مما نحن عليه. فلنذكر رسول الله، لنذكر عظمته، لنذكر مقاماته، لنكون مثل أولئك الصحابة الذين كانوا يتبركون حتى ببصاق الرسول، بسؤره، يعني بالماء الذي يتوضأ به، وهكذا. لماذا؟ لأنهم عرفوا مقاماته. فأبدأ الآن بمحاولتي على بركة الله أسلط الأضواء على مجرد بعض من مقامات سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله. أولا، هو سيد المخلصين بفتح الله، مخلصين مو مخلصين. ما الفرق بين الكلمتين مخلص ومخلص؟ المخلص هو الذي يؤدي عمله بشكل متقن مرضي عنه، أما المخلص بفتح اللام فهو من اختاره الله، من اصطفاه الله، كالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وعلى رأسهم خاتمهم صلى الله عليه وآله. كيف وصف الله تعالى أنبياء؟ قال فيهم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، وشنو بعد؟ ولا يخشون أحدا إلا الله. انتبهوا إلى هاي نهاية الآية، لأنه بالنسبة لنا إحنا ربما نكون إحنا مخلصين في أدائنا، في التزامنا، في ديننا، لديننا، في أعمالنا، ولكننا قد نخشى آخرين مع الله.
ينتهى من الخوف من طاغية من مجرمين من يعني المتربصين بنا، فنخشى آخرين مع الله رغم إخلاصنا. أما الأنبياء فشوفوا وصف الله عنهم ولا يخشون أحدا إلا الله، يخافون بيشعرون بالخوف من أحد، تجدهم في أحرج المواقف صامدين مطمئنين مغمورين بالسكينة الرحمانية، كما قلنا عن رسول الله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كان قاعد يمد يرجع صاحبه الرسول، فلم تطرق منه عين ولم تنتاب أي خشية لأنه مع الله. فالعلوم العرفانية خصصت عن الأنبياء أبحاثا، هناك مراتب ودرجات للصالحين، وهناك علوم تتحدد على ضوئها هذه المراتب. هناك علم الأخلاق يوصلنا إلى مرحلة، أي مرحلة؟ مرحلة خير الأمور أوسطها، يعلمنا أن خير الأمور أوسطها بلا إفراط ولا تفريط، لا نفرط إكستريم ولا تفريط إهمال، فهو يجلبنا إلى الوسط. هذا علم الأخلاق، إلى الصراط الحق. أما علم العرفان فبعد أن جلبنا علم الأخلاق إلى الصراط، علم العرفان يبين درجات الصعود إلى الله تعالى. كل إنسان وطاقته قد يقدر يصعد نحو الخالق سبحانه وتعالى قربه. هناك درجتان مسميتان في علم العرفان تتحدث عن بعض عباد الله الصالحين، تصف أحدهم بصفة السالك المجذوب وآخر بالمجذوب السالك. فالأول السالك المجذوب، السالك يعني يسلك طريق، يمشي في طريق وهناك قوة تجذبه، قوة ربانية تجذبه، فهو يسير نحو الله والله يسدده يعينه. من تقدم نحوي شبرا تقدمت نحوه ذراعا. فمثال على ذلك في سيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم مر بمراحل، فهي بعض الآيات ذكرت بعض المراحل اللي مر بها، كان بعد في مراحل المخلصين. فمثلا بعد أن طرده النمرود شنو قال؟ قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، يعني هو ذاهب، هو راح يذهب إلى الله ويرجو من الله أن يسدده وأن يأخذ بيده ويهدي. فهذه صفات المخلص، هو يذهب. وكذا في دعائه أيضا سيدنا إبراهيم عليه السلام، وألحقني بالصالحين، ترجى من الله أن يلحقه الصالح، إلى أن وصل إلى درجة إني جاعلك للناس إماما. فعند ذلك نرى أنه عندما وصل هذه الدرجة صار مخلصا بعد أن كان مخلصا في تلك الدرجات. الثاني في الأوصاف التي وصفها علم العرفان لبعض السالكين الذين ارتقوا في درجات الصعود هو المجذوب السالك. كسنا العبارة ديش السالك المجذوب، هنا المجذوب السالك. فهذا هو المخلص، هو من الله سبحانه وتعالى مباشرة يجذبه، مو هو يسير ويرجو من الله أن يجذبه، هذا الله هو نفسه مباشرة يجذبه. وهذا ما تجلى في أعلى صوره مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الذي أسرى
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الله هو الذي أسرى به، هو الذي طلبه، هو الذي جذبه، حتى وصل في المعراج مرتبة لم يصلها أحد قبله ولا بعده عند عرش الرحمن. يعني هذا شلون نضرب مثل عليها؟ يعني اكو فرق بين انه شخص مثلا يسمع في المؤتمر، اكو في المؤتمر بلندن حاضرين علماء جدا مراجع، علماء مراجع كبار على درجه جدا عاليه، فهو سمع به فهو يذهب بنفسه، يروح يقص بطاقه ويسافر ويروح بنفسه الى هذا المؤتمر حتى يحصل على شرف حضور هذا المؤتمر. اكو واحد اخر لا، صاحب المؤتمر او المسؤول عن المؤتمر، عاقد المؤتمر، هو يوجه له دعوه خاصه ويرسل له البطاقه مثلا هاي مال واسطه النقل لاخذه ويستقبله ويهيئ له كل المتطلبات. اكو فرق بين الدنيا. الدنيا ذاك الذي سعى الى المؤتمر الى اجره، وهذا الثاني الى اجره، ولكن هذا الفرق بيناتهم بين الحالتين. فإذا هنا نجد أن الرسول في هذه الآيات المباركة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل إليه البراق وأرسل إليه جبرائيل أيضا ليعينه على هذه السفرة وهيأ له كل السبل وجذبه إليه حتى وصل مثل ما قلنا بالمعراج الى تلك المرتبه العليا التي لم يصلها اي احد من الخلق عند عرش الرحمن. وجبرائيل يقول له اصعد وحدك الى هذا المقام، لو صعدت انا لاحترقت. الرسول الوحيد هو الذي لا احترق، لماذا؟ لانه خلق من نور الله. اللهم صل على محمد وال محمد. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. هذه الايه اللي بينت اعلى منزله وصلها الرسول ولم يصلها احد قبله ولا بعده. حتى بلغت سماء لا يطار لها، على جناح ولا يسعى على قدمي، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هاك العرش فاستلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. من خصائص المخلصين فتح اللام أنهم ليسوا يميزون بين العلم والجهل، بل بين العقل والجهل. شنو هالتعبير هذا؟ يعني ذلك الذي يميز بين العلم والجهل، وهذه فتشي يعني درجة يعني ممتازة. لماذا نقول عن المخلصين أنهم لا يميزون بين العلم والجهل، بل يميزون بين العقل والجهل؟ ليش؟ لأنه بعض العلم أحيانا مشوب بشوائب تجعله لا يؤدي إلى الوصول إلى الحق، كما حدثنا أمير المؤمنين عليه السلام، حدثنا عن عالم أخذ جهائل من جهال. وتشوف عالم لكن علمه معصم أن يأخذ جهائل، أشياء جهالات يأخذها من جهال، مثل الدولة اللي شحنوا كتب المسلمين بروايات أخذوها من ناس جهلاء، قسم منهم أخذوا عن خوارج، قسم منهم أخذوا عن بعض النواصب، قسم منهم عن يعني اكو واحد ياخذ عن دوله، ياخذ العلم من دوله ويخليها بكتبه ويتركها تراث المسلمين، ايش سوت هذه المسلمين؟ فرغم انه عالم ومتبحر وملأ الدنيا كتب وملأ هذه، فيقول الامام امير المؤمنين يصف هذا العالم شو يقول؟ يقول هو عالم ولكنه اخذ جهائل من جهال. وفي قول اخر ايضا للامير المؤمنين عليه السلام يقول كم من عالم قتله جهله وعلمه معه لا ينفعه. إذن العلم أحيانا مشوب، ولكن
العقل، أصل ديني العقل. فأنبياء الله والمخلصين من الأنبياء والأئمة عليهم السلام إنما يميزون بين العقل والجهل. شوف الرسول صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ يقول: أدبني ربي فأحسن تأديب. لاحظ، لم يقل علمني ربي، قال أدبني، لأنه لا بد من الأدب والكمال. ومن بلغ درجات التقوى والأدب والكمال فتح الله عليه ينابيع العلم وآفاق العقل على مصاعبه. المخلصون يعرفون الله بأقوالهم وأفعالهم، محيطون بحقائق المعرفة من كل جوانب. أنت قد تجد عالم متخصص في علم ما، لكن شو بخشونة وعدم رحمة؟ يعني تتبقى العالم مو هذا الشيء كبير، لكن شو بي بعض النقائص؟ مثل قلنا مثل الخشونة، الفظاظة، عدم الرحمة. ولكنك عندما تتشرف بالاطلاع على سيرة المصطفى تجده مظهر الرحمة الإلهية يتهالك حسرة حتى من أجل من كفروا بدعوته الحق جهلا أو جحودا. شوف الآيات شوفوا عنا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ما معنى باخع؟ يعني قاتل نفسه هما وحسرة لأجل هؤلاء اللي مكافرين بدعوة الحق، فكيف إذا موقفه من المؤمنين؟ إذا هو أكو مظهر للرحمة بالدنيا كلها مثل هذا المظهر، فهو يملك العلم ويملك معه كل صفات الكمال. هذا هو المخلص. ثانيا، اخذ مقام اخر من مقامات الرسول، كونه المصدق والمبشر به من جميع الانبياء عليهم السلام. جاء في الروايات الاسلاميه ان الله تعالى اخذ الميثاق على الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وآله أن يخبروا أممهم بمرعته ونعته، يعني صفته، ويبشروهم به ويأمرونهم بتصديقه. كل الأنبياء نبي نبي، الله أخذ منهم هذا الميثاق. والحقيقة أن هذه الرواية هي حقيقة قرآنية نتلوها في كتاب الله، وذلك قوله تعالى في سورة آل عمران: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صل على محمد وآل محمد. أنا شخصيا اطلعت على ما ذكرته مما ورد من رواية في تفسير هذه الآية في تفاسير الطرفين، تفاسير سنية وتفاسير شيعة، فوجدت نفس الرواية وكلاهما الطرفين يرويها إما عن الإمام علي عليه السلام أو عن ابن عباس رضي الله عنه. وذلك أن الله سبحانه وتعالى علام الغيوب كان يعلم سلفا من سيكون خير خلقه حبيب الله وسيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله، وأن رسالته آخر الرسالات وأكملها التي ألزم بها الخلق إلى قيام الساعة.
يظهر أن جهل المسلمين بالمعلومات الكافية عن نبيهم أغرى أمثال هذه بعض الدول بعض أعداء الإسلام كان يخرج علينا في قناة هذه قناة مسيحية تسمى قناة الحياة يخرج هذا المسمى القمص الزكريا فيتحدى المسلمين يقول لهم أتحداكم أن يجيبوا لي من القرآن مالتكم نفسه ما يثبت أفضلية نبيكم زين فهو هذا شنو يجي هو بعد هذا يبدي يذكر بعض يعني ما قصه القرآن من المعجزات الباهرة التي أجراها الله تعالى على يد سيدنا عيسى عليه السلام فيحاول أن يصور للمسلمين أن عيسى هو الأفضل في القرآن ونسي أو تناسى هذه الآية التي ذكرناها التي تنص على أن المسيح عليه السلام نفسه هو ممن أخذ الله عليه الميثاق بتصديق محمد صلى الله عليه وآله والتبشير به وقد بشر به وقد ورد في إنجيل برنابا أحد أناجيله أشياء من هذا القبيل أن عيسى عليه السلام هو نفسه بشر بالنبي وبين أفضليته عليه ثالثا مقام آخر للرسول صلى الله عليه وسلم أنه صاحب الشفاعة العظمى في الآخرة وذلك قوله تعالى ومن الليل فتهجد به عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فالمقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي لا يؤتاها إلا رسول الله صلى الله عليه وآله في الآخرة اللهم صل على محمد وآل محمد هناك رواية عن أنس أنس بن مالك عن الرسول صلى الله عليه وآله موجودة في كتب الفريق اثنينهم يعني الشيعة والسنة اثنينهم يروها عن أنس عما يجري على الناس في اليوم الآخر فأنا راح أخذ منها فقط مقطع صغير هي رواية طويلة أخذ منها بس هذا المقطع للاختصار فيها أن الله سبحانه وتعالى يقول لجبريل يعني هذا بعد ما يتم الحساب ويذهب أهل الجنة لجنتهم وأهل النار لنارهم وبعد حين الله سبحانه وتعالى يقول لجبرائيل عن قوم من المسلمين العاصين الذين دخلوا النار بذنوبهم لأن نعرف أن بعض المسلمين يدخلون النار بذنوبهم فالله يقول لجبرائيل اذهب وانظر حالهم واتني بخبرهم فيأتي يعني جبرائيل يذهب يرى حالهم في النار ويكلمهم أيضا ثم يأتي بخبرهم ويقول يا رب هؤلاء يقولون نبئ النبي يعني دول المسلمين العاصين إذا اعتقوا في نار جهنم يتوسلون يقولون ننبئ النبي أن معاصينا فرقت بيننا وبينه الله ليش دائما ندعو اللهم يعني اجعلنا في قرب من نبيك ومن آل بيتك في الآخرة فيقولون ننبئ النبي ليش تقول للنبي أن معاصينا فرقت بيننا وبينه فأخبروه بسوء حالنا فعند ذلك يأذن له الله تعالى بذلك فيأتي صلى الله عليه وآله الرسول الأعظم حتى يخر عند العرش ويثني على الله ثناء ما سبقه إليه أحد فيقول تعالى ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع اللهم صل على محمد وآل محمد
فيشفع فيقبل الله شفاعته ويقول اذهب إليهم وأخرج منها يعني من النار من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله صل على محمد وآل محمد. وفي رواية أخرى ما انتهت هاي الرواية حتى العرعون لا نواصل ما بس من وفي رواية أخرى ما من أحد شوف سمع الله استمعوا إلى هاي الرواية من يقولها بالصدق لا يقول لك أحد يسوى نعم نعم مثل ما قال الإمام الرضا عليه السلام لما سألوه قال بحكم شرطها وشروطها نعم هذه كنا ننتبه بس استمع هسه النظر إلى هاي رواية أخرى ما من أحد من الأولين والآخرين هاي عن أئمتنا عليه السلام صلى الله عليه ما من أحد من الأولين والآخرين يعني كل الناس مو بس المسلمين إلا وهو محتاج إلى شفاعة محمد صلى الله على محمد وآل محمد وما القليلين يعرفوا الباقي أي أن شفاعته صلى الله عليه وآله تشمل الأمم الأخرى أيضا كل الأمم هذا قال الشاعر وعطيت الشفاعة العظمى في نهار الحساب وعطيت الشفاعة مما يخالف سنة صاحب الذكرى وسيرته العقل
راح أضرب بعض الأمثلة القليلة. مثال، لأن هاي بعض الأخطاء اللي أسمع أنها شائعة في العالم الإسلامي. الرسول صلى الله عليه وآله حث على طلب العلم من المهدي إلى الأحد، اطلب العلم ولا تقصر، كل عافية والعمل به، مو بس يعني نعرف ونعمل به ونبلغه. وطبعا أشرف العلوم هي العلوم الدينية، ولكننا نجد أن بعض المسلمين ما أن يكون عنده بعض العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، حتى يبدأ باستعماله كوسيلة للتباهي والمزايدة حتى مع العلماء، ولا يوجد طريقة يبرز بها علمه إلا بتسقيط إخوانه ممن عندهم أثار من العلم، أو تسقيط عملهم وشخصياتهم. فهذا ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وآله: من تعلم العلم ليماري به السفهاء ويسافه به العلماء، أو العكس، ليماري به العلماء ويسافه به الجهلاء، فليتبوأ مقعده من النار. وإذا كان يدعي العلم، فلماذا غاب عنه الجم الكثير من الأحاديث الشريفة التي ذكرت حقوق الإخوان؟ مثلا من حقوق الإخوان أن يظهر محاسنه ويستر عيوبه، أن لا يتتبع أثراته بل يجبر أو يطيع أثرته، أن يتعاون معه على البر والتقوى ولا يتعاون مع غيره ضده على الإثم والعدوان. ومنها عنهم صلى الله عليهم صلوات الله عليهم وسلامه على أمثل البيت، حديث ذكر فيه لعله الإمام الصادق، ذكر فيه خصال المؤمن لأحد أصحابه، فذكر حوالي 7 خصال، وفي آخرها قال له: والسابعة وما أدراك ما السابعة؟ قال: ما هي يا ابن رسول الله؟ قال: أن لا ينظر إلى مؤمن إلا وقال في نفسه: هو أفضل مني. فيبدأ يحمله محامل الخير التي تبرر لماذا يظنه هو أفضل منه. في الكثير من هؤلاء الذي تعلم بعض العلم نجد العكس، يجد الآخرين أمامه أصفار. نعم، هذا هو العجب والخيلاء والاستصغار للآخرين والسخرية بهم وما أكبرها من ذنوب. ولعل هذا الوضع تنجر آثاره المدمرة على واقعنا السياسي. انظروا إلى واقعنا السياسي في العالم الإسلامي. العراق أحد الأمثلة، لأنه به هذه السلبيات المدمرة التي كانت وما زالت تدمرنا، وما زال وضعنا من سيء إلى أسوأ بسبب. مثال ثاني، الإسلام حتى على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى في بعض الروايات اللي وردت أنه في تضييع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يضيع الدين نفسه. زين، طيب، ولكن إلى جانب هذا إحنا نصحنا بماذا؟ بالأسلوب الصحيح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نجد البعض كأنه يستعمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كسيف قاطع يسلطه على رقاب المسلمين، والحال أن الله سبحانه وتعالى قال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والمالك والموعظة الحسنة. الرسول صلى الله عليه وآله ضرب أعلى الأمثلة في الأسلوب الحسن في إرشاد الناس، أوصى بالرفق لكسب قلوب الناس نحو الحق حتى مع أعدائه. دخل عليه جماعة من اليهود، فكيف سلموا عليه؟ قالوا: السلام عليكم. موسى السلام عليكم. والله سمع، فماذا فعل؟ بكل هدوء وبكل سكينة فقط قال: وعليك. سمعت إحدى زوجاته من وراء الستار ما قالوا فهاجمتهم، فقالت:
بل عليكم أنتم يا أبناء القردة والخنازير ويا من مسخهم الله وكذا وكذا. سلام الرسول اسكتي. نعم. أكيد صح. قال لها اسكتي يا فلانة رفيقي، فإن شوف كلمات الرسول الأعظم، شوف بالله هالكلمات هاي الذرة، فإن الرفق ما وقع على شيء إلا زانا، وما رفع عن شيء إلا شانا. نعم. وقد منح القرآن الدين الذي كان عند الرسول بقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكم سمعنا أن أناسا ترددوا على بعض المساجد وما يشوفون غير قطعة عنهم. ليش؟ راح هناك نسألهم، قالوا هناك من عاملنا معاملة مهينة في هذا المسجد، فنحن لا نذهب إلى هذا المسجد بعد الآن. وهذا عكس ما أنه إعمار مساجد الله. نعم، الحضور وتكثير الحضور. مثال ثالث تختم به، لأنه أنا أظن أخذت ما أدري شلون الوقت يعني. شدد الإسلام النكير على التفكير الطبقي والتفكير العنصري، واعتبره أي كلاهما التفكير الطبقي والتفكير العنصري اعتبره تفكيرا جاهليا مقيتا، ولا يميز أحد على أحد في الإسلام إلا بشيء واحد. شنو هو؟ بالتقوى. ماكو أي شيء يميز إنسان عن إنسان بالإسلام إلا فقط شيء واحد، لا العرق ولا النسب ولا الحالة المادية ولا الحالة الاجتماعية ولا الجاه ولا أي شيء، فقط التقوى. إن أكرمكم لله، الآية صريحة، القرآن، القرآن نقرأه ولكننا لن نتدبره، لا نتدبره. إن أكرمكم، ما قال الله إن أكرمكم عند الله شنو؟ هل قال أنه أكثركم مالا؟ هل قال أكثركم ولدا؟ هل قال أكثركم جاها؟ هل قال أنه من عنصر كذا أو من قومية كذا؟ أبدا. قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم فقط، لا غير. زين. وحدث مرة أن مر أمام مجلس الرسول رجلان، اثنين رجلان، واحد منهم من أثرى التجار وآخر من أفقر القوم، لا يملك إلا دينه، صاحب دين. فسألهم الرسول عنه، قال لهم شو تشوفون دول؟ شو رأيكم دول الاثنين؟ هم بس مروا سلموا فاتهم، بس سأل صحابته دار مدار، قال شنو رأيكم دول الاثنين؟ لكن أصحابه رغم صحبتهم له بدا كأنهم لم يتشربوا بعد مبادئ الإسلام، فكيف أجاب الرسول؟ أجابوه بما اعتادوه من فكرهم الجاهلي، كان لا زال آثار الجاهلية بهم. فقالوا عن الأول ذاك اللي من أثر الأثرياء، قالوا حري إذا قال أن يسمع، وإذا أمر أن يطاع، وإذا خطب أن يزوج، وإذا غاب أن يفتقد، وإلى آخره من التعظيم والتكريم. قال لهم عن الآخر هذا الفقير الذي لا يملك إلا دينه، قالوا حري به إذا قال أن لا يسمع، وإذا أمر أن لا يطاع، وإذا خطب أن لا يزوج، وإذا غاب لا يسأل عن. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وآله، اسمعوا جواب الرسول لهؤلاء، قال إن هذا الفقير خير من صاحبكم الغني بملء ما في الأرض ذهبا. ميزه دينه وميزته تقواه. فأراد الرسول بذلك أن يستأصل هذه الأفكار الجاهلية المقيتة، ولكن من العجب أن تبقى بعده بأربعة عشر قرنا من الزمان ويبدو أن البعض كأن لم يسمع، بل يرددون كلام أهل الجاهلية. فماذا استفاد هؤلاء يا ترى من مجالس الذكر والمناسبات الدينية؟ سيقال لهم يوم القيامة:
كان هناك من ذكركم ووعظكم فصممتم آذانكم وأبيتم إلا سلوك أهل الجاهلية فلتحشروا معهم إذن، فإن من أحب عمل قوم حشر معهم. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبتنا على دينك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وارزقنا شفاعته وشفاعة أهل بيته يوم الدين، ورحم الله من صلى على محمد وعلى أهل الطيبين الطاهرين.